العقل نعمة لمن يجره عقله إلى الثواب، ونقمة لمن يجره إلى العقاب. في عقل الإنسان تدور معركة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان. يتغذى جنود الرحمن من الشجرة الطيبة، ويتغذى جنود الشيطان من الشجرة الخبيثة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر إلى علمه، هل من الرحمن أم من الشيطان؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت المسؤول عن تغذية روحك وأفكارك، أنت المسؤول عن هدايتك أو انحرافك.